جولة الصحف العربية الصادرة اليوم نبدأها من مصر، حيث سلطت يومية الشروق الضوء على الأزمة السياسية الدائرة في إسرائيل، موضحة أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو فاشل مرة أخرى في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية الرابعة في البلاد خلال عامين. وفي الإمارات أفادت الاتحاد بأن المبعوث الأمريكي لليمن هدد ميليشيات الحوثي بفرض عقوبات إذا لم توقف الهجوم على محافظة مأرب والقبول بوقف إطلاق النار، موضحة أن المسؤول الأمريكي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات. وفي قطر نقرأ في صحيفة الرايا أن السودان يشهد تحركا دبلوماسيا أمريكيا وإفريقيا مكثفا لبحث ملفي التوترات الحدودية مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة، بينما دعت أديس أبابا الخرطوم إلى حل الخلافات بشكل سلمي متهمة دول مصب بنهر النيل بتسييس القضايا الفنية. وفي الأردن ذكرت الغد أن أزمة التمويل الأوروبي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تصاعدت مع اتساع حالة الغضب الفلسطيني ضد قرار ربط دعمه المالي للوكالة بتعديل مواد مدرسية في مناهجها التعليمية.